الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأذكركم بأننا ذاهبون، ذاهبون في يوم بلا ريب إلى دار فيها مستقرنا. ونحن في هذه الحياة إنما في دار عبور وفي دار مرور، وغدا اجتماعنا بعد الوقوف بين يدي الله تعالى. فالناس صنفان، إما قوم من أهل اليمين، اللهم اجعلنا من أهل اليمين، هناك من يسعد فلا شقاء بعد سعادته، وإما قوم من أهل الشمال، أجرنا يا رب أن نكون مع أهل الشمال، لأن من يشقى فلا سعادة بعد شقائه. تعالوا يا قومي، لا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم هذا اللغط الذي ترون. نحن موجودون فقط لنعمر هذه الحياة الدنيا بطاعة الله، ولنمضي إلى الآخرة فلنجني ما قدمنا في هذه الدنيا. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولئن رأيتم أهل الضلال والفجور في ساعة من الساعات يعلون، فاعلموا أن هذا العلو إنما هو إلى حضيض. واعلموا لئن رأيتم أهل الصلاح والرشاد في ساعة من الساعات يؤخرون، فاعلموا أن هذا التأخير إنما هو إلى تقدم في الآخرة. فقدموا لأنفسكم، ثم استفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وقال جل من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. عن عبد الله بن عمر أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم أراد سفرا، فقال: يا رسول الله، أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله، زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله، زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. عنوان خطبة اليوم: أوصيك. تطلق الوصية لغة على معنيين: الأول العهد إلى الغير في القيام بفعل ما حال حياته أو بعد وفاته، وهذا المعنى هو المراد في عنوان الخطبة: أوصيك. العهد إلى الغير بأن يفعل شيئاً في حال حياة هذا الذي يعهد أو في حال وفاته. المعنى الثاني للوصية هي جعل المال للغير، أن تهب مالك أو جزءاً من مالك لغيرك، وهو المراد بمبحث الوصية في كتب الفقه. في كتب الفقه هناك باب اسمه باب الوصية، المراد بالوصية في كتب الفقه تمليك المال للغير بعد الوفاة.
على سبيل الهبة. وللمناسبة فللوصية الفقهية أحكام خمسة، وهذا أمر مهم لنا وخاصة ما ترون من هذه الأحداث الجلل، نسأل الله تعالى أن يفرج عن البلاد والعباد. مهم أن يعرف أحدنا ما أحكام الوصية الشرعية. فالوصية لها أحكام خمسة، أحياناً تكون فرض، يعني لمكاتب الوصية التي سيسمعها الآن بعد قليل هذا مرتكب لحرام، نسأل الله السلامة. أحياناً تكون الوصية فرضاً واجب أو فرضاً واحد، والثاني تكون مسنونة في بعض الأحيان ومباحة في أحيان أخرى ومكروهة وحرام، خمسة أحكام. أما الوصية الواجبة فهي الوصية برد الودائع والديون، يعني أنت مقترض من واحد دين، يجب عليك شرعاً أن تكتب اليوم بس تخرج من الخطبة أن تكتب وصية، اكتب فيها أنا اقترضت من فلان الفلاني رقم هاتفه كذا، عنوانه كذا، مبلغاً وقدره كذا، على أن أرده بتاريخ كذا. كل واحد بيننا متدين دين مو كاتب وصية مرتكب لحرام. الوصية الواجبة هي كالوصية برد الودائع والديون. أحياناً شخص كاتب حاطت عندك وديعة، امرأة زوجة حط عندها وديعة، قال لها يا بنت الحلال هذا البيت حبسجله باسمك وديعة بس مو لإلك، هذه المرأة يجب شرعاً أن تكتب وصيتها الآن، الآن بعد أن تخرج من الخطبة، لتقول البيت ليس لي، هو وديعة وضعه أبوكم عندي، إذا أنا متت يعود البيت لصاحبي. الوصية الواجبة كالوصية برد الودائع والديون وإخراج الزكاة. واحد بيناتنا لا سمح الله السنة الماضية مو دافع زكاة، يجب شرعاً هلأ الآن بس يخرج من الخطبة يكتب وصية، أنا العام الماضي علي زكاة 500,000 لم أدفعها. والحج والكفارات ونحوها، عليه كفارة يمين يجب شرعاً أن يكتب، عليه حج يجب شرعاً، أرحامه ما بيعرفوا أنه ما حج وقد وجب عليه الحج، يكتب أنا وجب علي الحج وما حججت وهذا المبلغ لهذا الحج. إذن الوصية لها خمسة أحكام بالمعنى الفقهي، مفروضة ومسنونة ومباحة ومكروهة ومحرمة. أما الوصية الواجبة فكالوصية برد الودائع والديون وإخراج الزكاة والحج والكفارات ونحو ذلك. وأما الوصية المسنونة كالوصية للأقارب غير الوارثين ولجهات البر والخير والمحتاجين، يعني أن أكتب أنا كل ما أملكه 3 مليون، يسن أن أوصي إذا أنا مت يا أولادي هبوا قدموا للجمعية الفلانية الخيرية 1,000,000 ليرة سوري أو أقل من الثلث لوجه الله تعالى، وصية مني هذا مسنون. أو عندي ابن أخت أو عندي ابن خالة فقير، أقول أعطوا ابن خالتكم فلاناً مبلغ 100,000 وبنت خالتكم فلانة مبلغ 200,000 على سبيل المثال، هذه وصية مسنونة. وقد تكون الوصية مباحة كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب، فهذه الوصية جائزة. يعني ممكن يكون ابن أختي غني جداً بس أنا حابب قدم له بعد وفاتي هدية 100,000 ليرة سورية، هذه وصية مباحة إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل. وقد تكون مكروهة وهي وصية الفقير الذي له ورثة، يعني أنا فقير كل ما أملكه بيتي الذي أسكنه مع زوجتي وأولادي، فبروح بكتب وصية إذا أنا متت، إذا أنا مت ثمن بيتي مثلاً 5 مليون، اتبرعوا ب1,000,000 إلى جمعية خيرية، هذه الوصية مكروهة لأنني سأترك زوجتي وأولادي من دون دار تناسبهم يسكنون فيها. الفقير إذا أوصى وكان له ورثة فقراء هذه وصيته مكروهة، يعني الأحسن أن لا توصي، دع زوجتك وأولادك يا أخي في البيت، أين يذهبون؟ يذهبون إلى الشارع لأجل أن توصي أنت لأناس من الأيتام أو من الفقراء، غيرك يحملهم، الله يحملهم. وأما الوصية المحرمة حرام، كل من كتبها فهو آثم،
بدل أن يأخذ أجرا سيأخذ وزرا، نسأل الله السلامة. وقد تكون حراما غير صحيحة، قال كالوصية بمعصية، كمن وصى بماله أو بجزء منه للإنفاق على مشروعات ضارة بالأخلاق العامة. واحد وصى بس يموت بده يفتحوا مرقص على روحه أو كزينه، نسأل الله السلامة. الله عز وجل لا يخزينا، هذه وصية محرمة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به، وفي رواية له شيء يريد أن يوصي به، أن يبيت ليلتين وفي رواية ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة. الحديث أخرجه الجماعة. هذه هي الوصية الفقهية، وهذه أحكامها الخمسة. نصيحتي يا أيها الإخوة، الآن بعد أن تخرجوا من الخطبة، كل أخ مو كاتب وصيته، خاصة إذا كان من نوع الوصية الواجبة، قبل أن تتناول طعام الغداء اكتب وصيتك. وإذا ما كان عندك وصية واجبة فلتكن من الوصية المسنونة، وصي بشيء من مالك لهذه الأسر المتضررة أو لأرحامك المتضررين. هذه لمحة عن الوصية الفقهية. لكن المراد في الخطبة أوصيك المعنى اللغوي الأول، أي العهد إلى الغير بفعل أمر ما. ولا زال الصلحاء والعقلاء والأدباء وخيار القوم يوصون من يحبونهم بخيرات حباهم الله تعالى إياها، ويوصونهم بنتائج تجاربهم في الحياة. ولا زال العقلاء والصلحاء يستوصون من يعتقدون صلاحه وفلاحه ليفيدوا من علمه وتقواه. وإني ذهبت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصلح الصالحين وأكمل المتقين وخير خلق الله تعالى أجمعين، لأسأله عن ماذا يوصينا، لأستوصيه صلوات ربي وسلامه عليه، باحثا في كتب الحديث الشريف عن بعض وصاياه لنا، فوجدت في كتاب اسمه الجامع الصغير من حديث البشير النذير. هذا الكتاب ألفه الإمام السيوطي، والإمام السيوطي يسمى عند العلماء خزانة العلم، هكذا يلقبونه. ألست تجمع ثيابك في خزانة؟ يقولون هذا السيوطي خزانة العلم، من وفاة 911 للهجرة. جمع كتابا اسمه الجامع الصغير من حديث البشير النذير، ضمن هذا الكتاب 10,000 حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رتبها ترتيبا ألف بائيا، يعني الأحاديث التي تبدأ بحرف الألف الهمزة بعدين الباء التاء الثاء وهكذا. وكل حديث من هذه الأحاديث يعني يساوي سطرا، عدد كلماته محدودة، وربما بعض الأحاديث القليلة تجاوزت السطر. يكتب الحديث ويكتب بعده من خرجه ويحكم عليه برمز يرمز إلى صحته أو إلى حسنه أو إلى ضعفه. الآن وجدت في هذا الكتاب مجموعة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطلعها أول كلمة فيها أوصيك. الآن الموصي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والموصى هو صحابي جليل، وبعد هذا الصحابي أنت، أوصيك. والآن اسمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها أنا أقرأ عليكم ثلاثة من هذه الأحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. أخرجه الطبراني والبيهقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن لا تكون لعانا. أخرجه أحمد والطبراني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك
بتقوى الله تعالى، فإنه رأس رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض، أخرجه الإمام أحمد. هذه أحاديث ثلاثة فيها خطاب مباشر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لصحابي من صحابته ولكل واحد منا بعده. لما شرح الإمام المناوي الحديث الأول: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، قال: هذا أبدع بيان وأوجز تبيان، إذ لا أحد إلا وهو يستحي من عمل القبيح عن أعين أهل الصلاح والفضل. فإذا استحيا من الله استحياءه من صالح قومه تجنب المعاصي. يعني مرات بيكون شاب يدخن، هو ماشي بالطريق يدخن، إذا شاهد أستاذه في المدرسة استحيا وخبأ هذه السيجارة، إذا رأى شيخ المسجد توارى وابتعد عنه حياء منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. جاء شاب إلى إبراهيم ابن أدهم فقال: يا أبا إسحاق، إني مسرف على نفسي، فاعرض علي ما يكون لها زاجرا ومستنقذا لقلبي. ترى أنا إذا بقيت في هذه المعاصي، في هذا الظلم، في هذا السوء، في هذه الفاحشة سأهلك، اعرض علي شيئا. فقال له الشيخ: إن قبلت 5 خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية ولم توبقك لذة. قال: ما في مشكلة، اعمل معاصي قد ما بدك، بس في 5 أشياء جهزهم بعدين افعل وخذ ما شئت من اللذائذ بحلال أو بحرام. قال: هات يا أبا إسحاق. قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه. قال: فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه؟ قال: يا هذا، أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ والله عيب، يعني قاعد على صفرته وعم تخالفه. قال: هات الثانية. قال: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده. قال الرجل: هذه أعظم من الأولى. فقال الشيخ: يا هذا، أو قال الشاب: يا هذا، إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن؟ قال: يا هذا، أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: هات الثالثة. قال: إذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزا له فاعصه فيه. والشاهد من هذه القصة هنا: استحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا صالحا، الله يراك، كيف تعصي وهو يراك؟ كيف تعد فتاة لا تحل لك وربك يراك؟ يا رجل استحي من الله عز وجل. كيف تذهبين مع شاب لا يحل لك وربك يراك؟ كيف تحرر إمضاء زورا وبهتانا أمام المحامي وربك يراك؟ قال: هات الرابعة. قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرني حتى أتوب توبة نصوحة وأعمل لله عملا صالحا. قال: لا يقبل مني. قال: يا هذا، فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب، وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير، فكيف ترجو وجه الخلاص؟ قال: هات الخامسة. قال: إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قال: لا يدعونني ولا يقبلون مني. قال: فكيف ترجو النجاة إذن؟ قال له: يا إبراهيم، حسبي حسبي، أنا أستغفر الله وأتوب إليه. قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. استحي من الله عز وجل. وقال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟
وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا أيها الشاب، خذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. يا أيتها الفتاة، خذي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحي من الله تعالى كما تستحين من الرجل الصالح من قومك. يا أيها التاجر، ويا أيها الصانع، ويا أيها الموظف، ويا أيها المؤمن، أيعقل أن ترهب جانب الحق؟ أيعقل أن ترهب جانب الخلق ولا ترهب جانب الحق؟ وأن تخشى الناس وتهابهم ولا تخشى من بيده ملكوت السماوات والأرض؟ وقد قال لك في كتابه: فإنك بأعيننا. والله لو كتب واحدنا هذه الآية ووضع على المكتب عنده لاستقام أمره. الله يقول لك: فإنك بأعيننا. هذه هي الوصية الأولى. أما الوصية الثانية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيك ألا تكون لعاناً أو سباباً أو فحاشاً، بل كن عفيف اللسان طاهره، لأن لسان المرء يفصح عن سره، ومن كان الحق في سره فالطهر في قوله، ومن كان السوء في جوفه فالفحش في نطقه. وإن لساناً تحركه آيات القرآن يعف عن الخنا والفحش. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. السام يعني الموت، يعني هم أدغموا لسانهم بالكلمة، بدل ما يقولوا السلام عليك قالوا: السام عليك يا أبا القاسم. قال: وعليكم. قالت عائشة: بل عليكم السام والذام. وفي رواية: فسبتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني فاحشة. وفي رواية: مه يا عائشة، يعني مهلا يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت: أما سمعت ما قالوا؟ قال: أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم. تعلم، أوصيك ألا تكون فحاشا، ولئن أساء قوم وتفحش قوم فلا يليق بك، ولسانك يتحرك بالقرآن الكريم أن يتحرك بالفحش. أما الوصية الثالثة الأخيرة، أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. قال المناوي: أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس كل شيء. قال: إن الوصية بالتقوى وإن قل لفظها جامعة لحق الخلق والحق، شاملة لخير الدارين، إذ هي تجنب كل منهي وفعل كل مأمور. وعليك بالجهاد، أي الزمه، فإنه رهبانية الإسلام، فإذا زهد الرهبان الدنيا وتخلوا للتعبد فلا تخلي ولا زهد للمسلم أفضل من بذل النفس في سبيل الله. وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، أي الزمهما، فإن لزومهما روحك بفتح الراء، يعني راحتك في السماء وذكرك في الأرض، بإجراء الله تعالى ألسنة الخلق بالثناء الحسن عليك. أيها الإخوة، أوصيك خطبة ذكرت لكم فيها ثلاثة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطلعها كلمة أوصيك، فتعالوا نجتهد ما استطعنا للعمل بوصاياه صلى الله عليه وسلم، نستعجل بذلك الفرج والمعونة. يا أيها الذين آمنوا،
أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.